بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية مع انطلاق مباريات خلاص المرحلة الثالثة لدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. بنتكلم النهاردة يوم الأربعاء، المباراة إن شاء الله يوم السبت أمام فيتا كلاب على استاد القاهرة الدولي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. قبل المباراة 48 ساعة تحضير المعسكر المغلق، الاستعدادات، التجهيز لهذه المباراة، وبالتأكيد الانتصار والثلاث نقاط لا بديل في هذه المباراة الهامة، استعدادا لثلاث جولات مهمة جدا في أقل من حوالي ثلاث أسابيع لإنهاء مرحلة الدور المجموعات. حلقة فيها تفاصيل وكواليس، وهنلقي الضوء بشكل كبير جدا على استعدادات الأهلي لمباراة فيتا، وأيضا كمان استعدادات فيتا لمواجهة الأهلي في هذه المباراة إن شاء الله يوم السبت القادم. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وهو سؤال بالتأكيد بنطلب فيه كل المشاهدين وكل المتابعين يشاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. أفضل تشكيل للأهلي في مباراة فيتا كلاب في دوري أبطال إفريقيا. كل واحد يدخل ويقول التشكيل المفضل أو أفضل 11 ممكن يعتمد عليهم بيتسو موسيماني في مباراة يوم السبت القادم. وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء ومشاركة الجماهير على هذا السؤال. لكن نبدأ حلقة النهاردة بعناوين الحلقة. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ الاستعداد لفيتا كلاب. وفي الترند المحلي، اتحاد الكرة يغرم الأندية بسبب المساحات. وفي الترند العالمي، تألق المهاجمين المصريين في أوروبا. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده بالتاكيد في مجموعه من المباريات سواء في الدوري الانجليزي او في الدوري الايطالي، مفيش مباريات محليه، خلاص الدوري المصري في حاله توقف دلوقتي استعدادا لمشاركه الانديه الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا. نبدا مع بعض من مباريات اليوم في الدوري الانجليزي. النهارده في مباراتين الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره، بيرلي هيستضيف ليستر سيتي، وشيفيلد يونايتد هيستضيف استون فيلا. في الساعه 10 والربع مساء كريستال بالاس هيستضيف فريق مانشستر يونايتد، ودي المباراه الاخيره لمانشستر يونايتد قبل ديربي مانشستر في الاسبوع القادم هيكون ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. في الدوري الايطالي النهارده في حوالي سبع مباريات، الساعه 7:30 ساسولو هيلعب مع نابولي، الساعه 10 الا ربع ست مباريات في توقيت واحد، جنوا مع سامبدوريا، بينفينيتو هيلعب مع هالس فيرونا، فيرونتينا هيلعب مع روما، اتلانتا مع كرواتوني، ميلان هيستضيف اودينيزي، والساعة 10 الا ربع في ختام المباريات كالياري هيلعب مع بولونيا. طبعا مباريات الدوري الايطالي قوية جدا، منافسة ما بين اليوفي والانتر والاي سي ميلان، والدوري الايطالي هذا العام تحديدا منافسة قوية جدا واداء مختلف عن السنوات الاخيرة، خاصة بعد وجود كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس خلال العامين الماضيين. حلقة النهاردة فيها تفاصيل كتيرة، لكن على طول نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند بترند، وهنقرب أكتر من استعدادات الأهلي لمباراة فيتا. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. ترند الترند النهاردة هيكون الكلام على مباراة الأهلي وفيتا كلاب الكونغولي. الأهلي بيستعد لهذه المباراة النهاردة، أول تدريب بعد الراحة السلبية اللي كانت بالأمس، بالتأكيد استعدادات مختلفة، تحضير نفسي وذهني وفني لهذه المباراة. لذلك في هذه اللحظات بذهب مباشرة إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة مع الزميل العزيز كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي، موجود في قلب التدريب لمتابعة كل الاستعدادات وآخر أخبار الفريق قبل هذه المواجهة المرتقبة يوم السبت القادم. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل جمهور النادي الأهلي. طبعا مباراة صعبة جدا وقوية، وفي توقيت وظرف بالتأكيد الجهاز الفني بيستعد لها استعداد خاص جدا ولا بديل عن الثلاث نقاط. آخر أخبار الفريق وآخر الاستعدادات والحالة النفسية والحالة الفنية للفريق في هذه اللحظات. بالتاكيد طبعا زميلي محمد، زي ما انت اكدت مباراه غايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي، لا بديل بالفعل عن الحصد لثلاث نقاط، لكن ان شاء الله باذن الله محمد يعني لعبتنا على قدر المسؤوليه تكون في هذه المباراه، تركيز كبير والاستعداد قوي جدا من الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني. النهارده انت عارف كان في راحه او كان في تدريب بسيط جدا ريكفري طبعا بعد المباراه مباشره، 24 ساعه راحه ثم بيبدا النادي الاهلي استعداد قوي لمباراه فيتا كلاب اللي هتكون ان شاء الله على استاد القاهره في تمام الساعه 9 مساء. يمكن النهارده لو بتكلم على التدريب في البدايه
كعاده بيتسو موسيماني محاضره فنيه بدات 2:30 انتهت 4:15. يمكن التدريب طبعا كمحدد ليها محمد يكون الساعه 3، لكن بدا التدريب 4:15 طبعا ببعض الفقرات البدنيه. لكن واضح النهارده في شغل كبير جدا بالنسبه للتكتيك الشوتنج على المرمى، بعد طبعا الامور الخاصه بالتكتيك، امور كلها بيحاول بيتسو موسيماني قراءته لمباراه فيتا، بيتابع بشكل مستمر مباراه فيتا، وبيحاول كمان تجهيز العدد اللي متواجد من لاعبي النادي الاهلي. لان محمد يمكن في بعض الامور كده شفناها النهارده في بعض اللعيبه، كنا عارفين طبعا ان هي عندها اصابات، يعني علي معلول معروف، وليد سليمان معروف، لكن في النهارده شفنا محمد مجدي قفشه لم يشارك في التدريب بالكامل، شارك في جزء بسيط جدا. طمنا من الدكتور احمد ابو عبله، قفشه يمكن كان عنده كدمه وعمل اشعه امس، اطمن بشكل كبير جدا على ركبته، لكن انت عارف التأني مطلوب جدا بالنسبه ليه كل اللعيبه، لان المرحله مهمه وفيها تحديات كبيره. فيمكن محمد مجدي قفشه النهارده لم يشارك في التدريب، يعني جري بسيط جدا، تدريبات منفرده، هيتعمل له فحص طبي غدا على اساس انه يكون متواجد في التدريب الجماعي او كمان يكتفوا براحته ليه الغد. مع محمد مجدي قفشه ايمن اشرف، ايمن اشرف كمان النهارده شارك في جزء بسيط جدا، يعني يمكن هو الجري بس حول الملعب، لكن على طول مباشره الدكتور احمد ابو عبله يمكن راح له اتكلم معاه، عنده برده الام بسيطه في منشا العضله الاماميه. فيمكن الدكتور احمد ابو عبله كمان اطمن عليه بشكل كبير، وممكن اتكلم مع بيتسو موسيماني، قال له يمكن ايمن اشرف هيريح خالص، هيبقى عنده تدريبات بسيطه جدا في الجيم، لكن كمان الفحص الطبي هيكون غدا بالنسبه لمجدي قفشه وايمن اشرف. لكن اللي بيعود النهارده هو كل جديه الحقيقه في التدريبات، اثنين نجوم النادي الاهلي اللي بنتمنى يكونوا موفقين بشكل كبير جدا على راسهم، محمد الشناوي بيعلن جاهزيته بشكل كبير جدا النهارده، بيأدي تدريب مميز وقوي جدا. الشناوي واحد من اعمده الرئيسيه في النادي الاهلي، دفعه كبيره جدا ليه وروحه الكبيره جدا وانكار الذات اللي بنشوفه مع الشناوي واصراره الكبير، ده اللي بيخلينا عندنا ثقه كبيره جدا فيه مهما كان الالم ومهما كان الاجهاد. لكن جمهور النادي الاهلي اما بيكون خلف اللعيبه بيكون فيه دعم كبير جدا، بيتنازل اي لعيب عن اي الم او اي كدمه لاسعاد كل جمهور النادي الاهلي. محمد هاني كمان زميلي محمد، كان عارفين طبعا محمد هاني النهارده يمكن اتاخر شويه على التدريب، لكن كان باذن اداري من الكابتن سيد عبد الله، كان عنده امتحان النهارده وبيعلن كمان جاهزيته. محمد هاني كان عنده كدمه في العضله الاماميه النهارده، يمكن قبل المران على طول كان في فحص طبي سريع لمحمد هاني، وبيشارك في التدريب بالكامل بكل جديه وبكل حماس. مع محمد هاني ناصر ماهر كمان اللي حابين نطمن وناكد على جاهزيته الكبيره جدا النهارده، شارك بقى في الجزء. محمد عارف طبعا من ناصر ماهر كان شويه من موضوع الالتحامات، كان بيتدرب بس تدريبات الكره، الحاجات اللي ما فيهاش اي التحامات، خد جزء كبير من التدريب. واضح ان ناصر ماهر عنده اصرار كبير جدا وجاهزيته ان شاء الله تكون موفقه خلال الايام القادمه، محتاجين كل اللعيبه. محمد انت عارف المرحله مهمه وتحديات كبيره، تمام، نرجع لنا عدد من اللاعبين نطمن عليهم وبنشوف التدريبات، ده امر بيكون مهم جدا. اكيد زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب مختار التتشي، ممكن طمنا بشكل كبير على استعداد الفريق، يمكن الحمد لله طمنا على الشناوي ابتدى يخش للتدريبات الجماعيه، هيكون جاهز لمباراه السبت، لكن باذن الله خلال ال 24 ساعه الجايه نطمن على قفشه وايمن اشرف ان هم يكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه ويكونوا جاهزين لمباراه السبت باذن الله. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما اطمنا على استعدادات الاهلي ورحنا وشفنا التدريب واخر اخبار الفريق قبل مباراه فيتا في معسكر مغلق في تجهيز للعيبه، للاسف يمكن في اصابات طفيفه، لكن ان شاء الله بكره هنطمن على حاله ايمن اشرف ومحمد مجدي قفشه ويكونوا جاهزين لمباراه يوم السبت القادم. لكن نبدا مع بعض المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا في فقره ترند الاهلي. من خلال الصفحه الرسميه للنادي الاهلي الحساب الرسمي على تويتر، نشروا يعني تصديات لحارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي من مباراه طلائع الجيش، تصدي قياده حارس عملاق، فيديو مهم جدا تم رصده من خلال الحساب الرسمي للنادي الاهلي. نستعرضه مع بعض ونشوف ازاي محمد الشناوي كان متالق بشكل قوي جدا في مباراه الطلائع، نتابع.
اهلا بحضراتكم من جديد. طب نكمل مع بعض المحتوى اللي موجود من خلال ترند الاهلي، وزي ما اتكلمنا على محمد الشناوي وحارس عملاق تصدياته قويه، ربنا يحميه ويحفظه يا رب بالنسبه للنادي الاهلي ومنتخبنا الوطني خلال الفتره القادمه. طب نبدا نتكلم بقى من خلال صفحات السوشيال ميديا والصفحه الرسميه والحساب الرسمي للاهرام على تويتر، بيتكلموا على استعداد الاهلي لمباراه فيتا كلاب. الاهلي يضع خطه الفوز امام فيتا كلاب. طبعا بيتسو موسيماني المدير الفني النهارده من يوم الاربعاء هيبدا يعمل تدريبات يوميه استعدادا لهذه المباراه في معسكر مغلق يوم الجمعه. امبارح كان في راحه سلبيه. بيتسو موسيماني بيعول على جاهزيه اللاعبين والتحضير النفسي والذهني والفني لمباراه يوم السبت، مباراه لا بديل فيها عن الثلاث نقاط، خاصه إن الجولة الرابعة التي تليها على طول هتكون موجودة في كينشاسا في الكونغو، وبالتالي يجب أن تستعد بشكل قوي جدا من خلال هذه المباراة وتبقى رايح كينشاسا وأنت معاك ست نقاط في صدارة المجموعة مع منافسة قوية مع سيمبا التنزاني اللي بالتأكيد هيكون عنده مباراة مع المريخ السوداني، ونتيجة هذه المباراة طبعا يوم السبت الساعة 3 هتحكم بشكل كبير جدا في شكل المنافسة قبل الفترة اللي جاية. طيب كمان من خلال برضه يعني ايضا الصفحات الموجوده، الحساب الرسمي او الصفحه الرسميه للوطن سبورت على الفيسبوك اتكلموا على ان بيتسو موسيماني بيدرس عوده والتر بواليا لقياده هجوم الاهلي امام فيتا كلاب. الكلام من خلال مصادر للزملاء في الوطن الرياضي الوطن سبورت ان المباراه السابقه محمد شريف خد مساحه زمنيه من المشاركه امام طلائع الجيش، بالتاكيد محتاج فتره عشان يبدا يخش في المنافسه بشكل قوي جدا على طبعا حسب او على حد قول الزملاء في الوطن سبورت من خلال هذا الخبر. فبيتس موسيماني بيفكر ان هو يبدا المباراه بوالتر بولي. هي في النهايه وجهات نظر او مصادر، لكن طبعا بيتس موسيماني هو اكتر مدرب قريب جدا من الحاله والتجهيز بالنسبه لمباراه يوم السبت امام فيتا كلاب، وان شاء الله باذن الله الفوز على الجيش دفعه قويه ومعنويه جدا لمباراه فيتا باذن الله يوم السبت القادم. طيب اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. الفريق اللي حقق اللقب التاسع والبطوله التاسعه باذن الله هيكون عازم على تحقيق العشره والظهور بشكل قوي في اطار حمله الدفاع عن اللقب الافريقي، وظهور بشكل قوي الفتره الجايه تعويضا عن الفتره السابقه وباذن الله مصالحه الجماهير في مباراه فيتا والسعي نحو صداره المجموعه. نستعرض مع بعض باقي فقرات ترند الاهلي، ونبدا مع بعض من خلال كمان الحساب الرسمي والصفحه الرسميه لليوم السابع على الفيسبوك. نشره وليد سليماني يعود للاهلي بعد مباراه الاسماعيلي. مباراه الاسماعيلي هي مقرر اقامتها ان شاء الله يوم 10 مارس في استاد الاسكندريه، لكن طبعا قبل يوم 10 مارس عندنا مباراه فيتا كلاب. للاسف وليد سليمان بنسبه كبيره جدا هيكون خارج اطار هذه المباراه. اذا تم تجهيز واعداد وليد سليمان لمباراه الاسماعيلي يوم 10 مارس باذن الله هيكون جاهز ايضا للمباراه التاليه مباراه فيتا كلاب في كينشاسا. هذه المباراه اللي تحتاج لكل لاعب في صفوف النادي الاهلي وكل اللاعبين ذو الخبره الكبيره، وعلى راسهم ايضا كمان علي معلول نطمئن عليه باذن الله بعد مباراه فيتا ومباراه الاسماعيلي، ويكون جاهز ان شاء الله على الاقل للسفر الى كينشاسا مع الفريق. طيب من خلال الصفحه الرسميه يلا كوره على الفيسبوك اتكلموا على نقطه مختلفه شويه عن الاستعداد لمباراه فيتا. يمكن الفتره الاخيره ملاحظ ان الزملاء في يلا كوره مهتمين اكتر بفكره الصفقات التعاقدات احتياجات الجهاز الفني تجديد عقود عدد من اللعيبه. النهارده ابرز خبر موجود على الحساب الرسمي والصفحه الرسميه يلا كوره على الفيسبوك، قالوا ان في مصدر في الاهلي قال ان لجنه التخطيط تدرس تمديد تعاقد صلاح محسن. عقد صلاح محسن لسه هينتهي في نهاية الموسم القادم مش الموسم الحالي، فبالتالي في كلام من خلال مصادر ليلا كورة ان في اتجاه لتجديد التعاقد وتمديد عقد صلاح محسن خلال الفترة اللي جاية، خاصة ان الجهاز الفني كان متمسك باستمرار اللاعب ورفض اعارته في هذا الموسم عشان يكون موجود مع الفريق في الفترة الحالية كقوة دفع قوية مع الثلاثي الموجود في خط الهجوم مروان محسن ومحمد شريف وايضا كمان المهاجم الزامبي والتر بواليا. طيب نشوف مع بعض كمان حساب سبورت 360 مصريه، وانت بتتكلم بقى هنا على تويتر بيتكلموا على تصريحات لداني جوردون رئيس الاتحاد الجنوب افريقي لكره القدم. طبعا كان بيتكلم على تجربه بيتسو موسيماني كمدرب جنوب افريقي بيقود النادي الاهلي. قال داني جوردون نحن في غايه السعاده بتدريب موسيماني للنادي الاهلي. الجميع الان في جنوب افريقيا يعلم من هو الاهلي. النادي معروف جدا ولديه شعبيه كبيره وزادت اكتر مع وجود موسيماني. طبعا بيتسو موسيماني عامل يعني حراك جيد جدا للنادي الاهلي في جنوب افريقيا، شفنا عدد كبير جدا من اعلامي جنوب افريقيا في الشبكات الرياضيه الكبيره شبكه اس اي بي سي وايضا شبكه سبورت 360 كمان بيتكلموا على ان ابرز الاعلاميين في جنوب افريقيا ارتدوا تيشيرت الخاص بالنادي الاهلي كهديه من بيتسو موسيماني قبل مشاركه الاهلي في مونديال الانديه.
شعبيه الاهلي موجوده في افريقيا بشكل كبير، ونادي القرن في افريقيا معروف بشكل كبير، لكن لما يكون في مدرب افريقي بيقود النادي الاهلي تجربه جديده على القاره الافريقيه مع نادي عملاق، نادي القرن في افريقيا، الكل كان بيتابع عن كسب هذه التجربه، وبالتالي ادت رواج وادت شعبيه اكتر داخل جنوب القاره الافريقيه، والاعلاميين كانوا حريصين على ارتداء تيشرت الاهلي حتى في برامجهم خلال الفتره الاخيره دعما للاهلي ودعما لطبعا ابن بلدهم موسيماني اللي بيقود النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، والتجربه الحمد لله تسير بشكل جيد حتى هذه اللحظه. طيب ده كان الجزء المتعلق بالترند الاهلي، الترند المحلي وهو كلام مهم جدا متعلق في الفتره الحاليه مرتبط ب فكره المساحات الطبيه. امبارح كنا بنتكلم على هذا الموضوع وقلنا ان في ترتيبات بتتم في هذا الامر من خلال اتحاد الكره. دلوقتي قدامي من خلال الحساب الرسمي لفيل جول، فيل جول يكشف عقوبه الفريق الذي لن يجري مساحات قبل اي مباراه في الدوري. اتحاد الكره خاطب انديه الدوري بان النادي الذي لن يجري مساحات كورونا قبل اي مباراه سيعاقب بغرامه قدرها 10,000 جنيه على كل لاعب، وتتضاعف الغرامه تباعا في حال تكرارها. طيب هي الفكره هنا، انا مش بتكلم في الغرامه او بتكلم لو في انديه ما عملتش مساحات او مين اللي ملتزم باجراء المساحات الطبيه، رغم ان شروط المسابقه واضحه ان الانديه مسؤوله عن اجراء المساحات الطبيه. اتحاد الكره يجد حل، الانديه تجد حل، انا كل اللي يهمني في هذا الامر ان الانديه اللي هتلعب في البطولات الافريقيه هي اكتر الانديه اللي هتواجه ضرر كبير جدا اذا كانت الانديه في الدوري المصري مش هتجري مساحات كورونا، لان انت في الدوري المصري انت كنادي بتلعب في افريقيا بتجري المسحه الرسميه، لما تلعب مع فريق هيعتمد على انه يدفع غرامه ماليه فقط ومش هيجري المسحه الطبيه، انت كنادي المسحه اللي عملتها مش هتفيدك بشيء، لانك بتلعب مع فريق ما عملش مساحات طبيه، فانت الله اعلم ما تضمنش اللعيبه اللي قدامك، الله يعني باذن الله الكل يبقى كويس ويبقى سليم، لكن ممكن لعيب لا قدر الله يكون عنده كورونا وما عندوش اعراض، فتيجي تلعب في افريقيا فتلاقي نص التيم اللي عندك رايح يلعب في ماتش في افريقيا لا قدر الله في كورونا، فبالتالي تخسر المباراه لا قدر الله او تخرج من البطوله، هي هنا الازمه، فبالتالي انت عندك انديه بتلعب في افريقيا وعندك انديه ما بتلعبش في افريقيا، فلازم الاتحاد او الانديه لازم تتفق على هذا الامر خلال الفتره الحاليه. طيب السكايب جاهز معانا؟ طيب اروح لفقره السكايب مع الزميل العزيز والمعلق الكونغولي جونيسان ماسيلا، طبعا المعلق الكونغولي في اذاعه كونغو اف ام. جونيسان طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اسالك على انت طبعا موجود في ملعب كينشاسا ان شاء الله اللي هيستضيف مباراه فيتا والاهلي في الجوله الرابعه، بس عايز اعرف منك الاعلام في الكونغو رؤيته لهذه المباراه الاولى اللي هتتلعب يوم السبت القادم في الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال إفريقيا. طبعا المهم بالنسبة لنا مهم جدا وإحنا ننتظره بكل الشغف، طبعا ده لأن إحنا عارفين كويس أهمية النقاط المتوقعة من هذه المباراة، وطبعا أن احنا قدام الأهلي والفريقين يمتلكون نفس العدد من النقاط، طبعا بالتالي المنتظر هو أن كل من الفريقين هيقدم كل قوته عشان يحصل على المستوى الثاني، لأن طبعا الحصول على المركز الأول في هذه المجموعة وطبعا السحب اللي المفروض يحصل، هل هيتم مواجهه سيمبا؟ احنا مش ممكن نتوقع ايه هي نتيجه المباراه، ولكن عارفين انه هيكون ماتش صعب جدا، لان طبعا تشكيلات الفريقين واللعيبه الكويسين عند الفريقين اللي شفناهم بيلعبوا بكل قوه في الماتشات السابقه، النهارده بعد ما خسروا في كينشاسا مقابل سيمبا، طبعا احنا النهارده المفروض ان احنا نلعب على في حدود هذه الاربع مباريات وان يكون عندنا الثقه المطلوبه علشان نقدر ندور ازاي نوصل للنتيجه المطلوبه في القاهره، وطبعا ان احنا بنكون بنلعب قدام الاهلي وقد ايه الصعوبه دي وكذلك مستوى التقني، وكذلك انها عايزه تنتقم النادي الاهلي واللعيبه عايزين ينتقموا للمباراه التي خسروها مقابل سيمبا، وبالتالي نعلم ان منافسنا عليه هو ايضا ان يلعب بكل القوه.
طيب طبعا انت بتعلق في اذاعه الكونغو اف ام وبتعلق دايما على مباريات فيتا كلاب، عايز اعرف منك ابرز العناصر اللي موجوده في الفريق هذا الموسم، خاصه ان حصل تغيير كتير في فريق فيتا عن الموسم الماضي. اسمح لي اقول ان في فيتا كلاب كل الفريق عندهم طبعا كل الفاعلية المطلوبة لمثل هذه المباراة، ولكن الجزء الأعظم من اللعيبة اللي أقدر أقول لك هيكون ليهم دور أساسي هو خط الدفاع، لأن الدفاع زي ما شفنا في أول الموسم كان له أثر مهم، وبالتالي مع الفريق ده عندنا نقاط ارتكاز ثابتة، ولكن أقول لك أن كل اللاعبين وكل الفرص اللي قدامهم هي اللي ممكن تخلق الفرق في المباراة. الفرص والبداية في التعامل مع الكرة هو اللي يسمح لنا بتحقيق ما يمكننا تحقيقه من هذه النقاط المطلوبة، وبالتالي النقطة القوية النهاردة اللي في اس في كلاب فيتا كلاب النهاردة هو انهم يقدروا يحققوا الفرق قدام الاهلي من خلال اللاعبين زي فيستون جلالا، وهو النهاردة ممكن يكون على الاحتياط، ولكنه هو قادر طبعا انه يكسب ثقة مدربينه ويقدر ينزل المباراة يحقق فرص كبيرة وهيقدم كل اللي عنده زي ما دايما بيعمل، لان اللي عارفينه ان التشكيل اللي نازل بيه الفريق تشكيل قوي، وطبعا عندنا النهارده ديديه وشاماني والهدافين بتوع الفريق واللاعبين الدوليين، الفريق كله زي ما بقول لك يقدر يحقق كل منهم، كل من عاصره تقدر تحقق الفرق، لان كلنا عندنا الثقه فيهم، وان كان برضو مباراتنا ضد السودان ادت الى نتيجه بتشجعنا. طيب في رايك قدوم فيتا كلاب الى القاهره قبل المباراه باسبوع هيفيد الفريق ازاي؟ فريق فيتا فكر انه يكون موجود في القاهره قبل الماتش باسبوع، يمكن الفرق الافريقيه اول مره فريق يقعد في القاهره اسبوع قبل ما يواجه الاهلي. طيب هقول ان طبعا الجزء التمويلي حين راح الفريق بتاعنا للسودان كان عليه المرور من خلال اديس ابيبا، وبعدين للرجوع لكينشاسا، وطبعا التعب اللي ممكن يعني يكون نتيجه للسفر للساعات الطويله، طبعا كان في برضو المباراه اللي لازم يلعبها امبابي من بيبي، وكذلك بعض الإصابات اللي اتحصلت على مستوى هذا الماتش. طبعا كل ده جاب أثره إلى أنه هيكون أغلى على الفريق أنه يرجع لكينشاسا وبعدين يرجع يروح القاهرة تاني، وبالتالي أنا بعتقد أن السبب الرئيسي اللي دافع بالفريق إلى أنه يذهب إلى القاهرة مبكرا هو الجانب المادي، وهي أحد العناصر، ولكن طبعا برضو في عناصر أخرى، وهي أن الفريق كان محتاج يتعود على المناخ في مصر حتى يكون قادر على مقابلة الأهلي. إحنا في مصر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وبالتالي بالنسبة لنا كان لازم أن اللاعبين يتعودوا على الجو عندكم، لأن إحنا عندنا الحرارة عالية جدا، ولو سابوا الجو بتاعنا مباشرة ويروحوا يلعبوا في مصر الساعة 8 مساء طبعا هيبقى في فرق كبير، يعني ممكن يأثر على قدرتهم على اللعب. وبالتالي من الدروس اللي استفدناها من الماضي انا شايف انه كان من الافضل ان عشان نقدر نوصل لنتائج كويسه، يعني طبعا لو ما قارنا بمباراتنا مع الاهلي في 2019 انا شايف ان كان مناسب ان نتعود على الجو المصري، وكذلك برضو اثر الجزئيه الاقتصاديه، وبرضو إن اهم حاجه ان مش اللعيبه مش مفروض ان هم يتقابلوا بمفاجآت، وبالتالي جينا بدري. طيب اخر سؤال عايز اعرف منك، مباراه فيتا كلاب والاهلي في الجوله الرابعه هل هتشهد حضور جماهير في ملعب كينشاسا الوطني؟
هل المباراة ممكن تتلعب مساء في نفس توقيت مباراة فيتا وسيمبا لما اتلعبت الساعة 8 بالليل، ولا المباراة تتلعب الساعة 3 العصر؟ ساعة المباراة توقيت المباراة لم يتم تحديدها بعد، ولكن أنا بعتقد أن لو كانت الساعة 3 طبعا ده هيدينا يعني نقطة إيجابية بالنسبة لنا، لأن الحرارة هنا إحنا متعودين عليها. لو لعبنا بالليل الساعة 8 طبعا هيبقى الجو أفضل كتير، ولكن إن إحنا كان علينا الاختيار طبعا الشمس الساعة 3 الظهر، الثلاثة بعد الظهر طبعا هتكون أفضل للنوادي اللي متعودة للعب في الحرارة. وطبعا الأهلي في هذا الماتش أنا عارف أنه هيقدم اللي يقدر عليه، ولكن بالنسبة لحضور المشاهدين أنا عارف أن هيكون في حدود حددتها الكاف بالنسبة لعدد الحضور، ولكن أنا مش متأكد من عدد الحضور المتوقع، لأن إحنا عندنا الكرة محبوبة من عدد كبير من الشعب، وطبعا الحراء المباراة دي هي منتظرة بكل الشغف، ولكن طبعا الحدود العدد الحضور في المباراة هي اللي تحددها الكاف والاستاد. شكرا جوناثان ماسيلا طبعا المعلق الكونغولي في إذاعة كونغو اف ام الكونغولية. أنا بشكره شكرا جزيلا على هذا اللقاء. جوناثان طبعا معلق من المعلقين اللي بيعلق دايما على مباراة فيتا كلاب الكونغولي. حبيت أتأكد منه على فكرة حضور الجمهور، المباراة تتلعب الساعة 3 العصر ولا بالليل؟ يمكن هي مباراتهم مع سيمبا اتلعبت الساعة 8 بالليل، لكن يبدو ان هم عايزين يلعبوا مع النادي الأهلي الساعة 3 العصر، يستغلوا درجة الحرارة والرطوبة العالية. حضور الجمهور هو بالنسبة لي رد مفاجئ، لأن أنا عارف إن المباريات في كينشاسا بتتلعب بدون حضور جمهور، لكن يبدو إن في اتجاه إن هم عايزين يسمحوا بحضور عدد من الجماهير زي ما حصل في مباراة سيمبا. في النهاية اللائحة بتقول إن الأندية بتطلب من الكاف والكاف بيوافق، لكن أيا كان العدد مفيش هنا إجراء التزام على الأندية إن يحضر بعدد معين أو إجراءات احترازية. بشكل عام دي كانت الصورة قبل مباراة الأهلي وفيتا في الجولة الثالثة، وحابين نلقي الضوء على مباراة الجولة الرابعة اللي هتكون بعدها على طول بحوالي أسبوع 10 أيام. عملنا ده قبل مباراة سيمبا وعرفنا كل الأجواء في تنزانيا قبل الفريق ما يسافر، وكنا حريصين النهاردة برضو نلقي الضوء على استعدادات فيتا قبل مواجهة الأهلي. موجودين هم في مصر بيلعبوا طبعا لعبوا مباراة ودية أول امبارح مع حرس الحدود، تدريبات يومية في الملعب الفرعي لنادي حرس الحدود. رئيسة النادي باستين كازادي لسه واصلة النهاردة صباحا وموجودة مع الفريق، وفي مكافآت خاصة ليها للاعبين في مباراة الأهلي. مباراة قوية وصعبة ولازم نستعد لها استعداد جيد جدا، وإن شاء الله الفوز هيكون حليف النادي الأهلي في مباراة يوم السبت. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه معنا تفاصيل وأخبار، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند العالمي. الترند العالمي هنتكلم في شويه تفاصيل متعلقه بقى باداء المحترفين المصريين اللي موجودين في الدوريات الاوروبيه. نبدا مع بعض في الترند العالمي من صفحه في الجول على الفيسبوك. نشروا ارقام المهاجمين المصريين المحترفين خلال شهر فبراير وكتبوا ان هجوم منتخب مصر بامان. اليكم ابرز ما قدمه محترفونا في اوروبا خلال شهر فبراير. محمد صلاح في 6 مباريات سجل 3 اهداف، احمد حسن كوكا في 7 مباريات سجل 3 اهداف، وطبعا ابرزهم الهدف اللي تاهل فيه لمرحله الدور التالي في الدوري الاوروبي. مصطفى محمد في 6 مباريات سجل 6 اهداف بمعدل هدف في كل مباراه. طبعا صلاح وكوكا ومصطفى محمد احرزوا معدل تهديفي جيد جدا، نقدر نطمن بيه على الاداء المهاجمين اللي هيمثلوا منتخب مصر في الاجنده الدوليه. لكن انا في الجزئيه دي قلقان من نقطه واحده بس، فكره القيود الموجوده في فكره السفر والقيود الصحيه في اوروبا. مش عارف هل ممكن يبقى لها تأثير سلبي على سفر محترفينا ووجودهم في مصر الفترة الجاية عشان ينضموا للمنتخب الوطني ولا لا، خاصة محمد صلاح موجود في انجلترا والأمر متعلق بصلاح وبتريزيجيه وبأكتر من لاعب. مش عارف الأمر ده الفترة الجاية هيحصل فيه ايه، لكن أتمنى يا رب بإذن الله ان يكون كل اللعيبة المحترفة اللي هيطلبها الكابتن حسام البدري تكون موجودة في مباراتي كينيا وجزر القمر. طيب لسه معاه في الجول، ومن خلال صفحتهم الرسمية على الفيسبوك كتبوا انه وفقا لموقع يوناني رصدوا تفوق الثنائي يوسف العربي واحمد حسن كوكا مع اولمبياكوس اليوناني. الثنائي سجل 30 هدف الموسم الحالي في جميع المسابقات، 19 هدف ليوسف العربي و11 هدف لاحمد حسن كوكا، ساهم الاثنين في 36 هدف من 74 لاولمبياكوس في الموسم الحالي. الاثنين عاملين اداء مميز جدا
مع اولمبياكوس اليوناني وتحديدا احمد حسن كوكا بصراحه من اللعيبه اللي عندها جلد وصبر وتحدي، لكن طبعا حظه سيء جدا مع منتخبنا الوطني. مش عارف في الوقت اللي بيتالق فيه في الدوريات الاوروبيه لما بيجي مع منتخبنا، هل طريقه اللعب، هل البوزيشن، هل طريقه التكتيك اللي بيأديها منتخبنا الوطني مختلفه عن الفرق اللي بيلعب فيها كوكا في اوروبا؟ اتمنى الفتره الجايه يكون كوكا من العناصر المؤثره مع منتخبنا الوطني، خاصه كمان ان عنده كمان مصطفى محمد احترف في تركيا، فممكن يكون اضافه قويه لخط الهجوم مع محمد صلاح وتريزيجيه. طيب كمان معايا من الترند العالمي بنتكلم على حساب جول على تويتر، كتبوا ان كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد من افضل 5 بطولات دوري ابطال اوروبا اللي سجل 20 هدف او اكتر في كل من المواسم ال 12 الماضيه، وده بعد ما سجل الهدف الثالث في مباراه فريقه اليوفي امام سبيزيا امبارح في الدوري الايطالي. في موسم 2009-2010 سجل 26 هدف، في موسم 2010-2011 سجل 40 هدف، في موسم 2011-2012 سجل 46 هدف، في موسم 2012-2013 سجل 34 هدف، في موسم 2013-2014 سجل 31، موسم 2014-2015 سجل 48 هدف، موسم 2015-2016 سجل 35 هدف، موسم 2016-2017 سجل 25 هدف، موسم 2018-2019 سجل 21 هدف، موسم 2019-2020 سجل 31 هدف، موسم 2020-2021 سجل 21 هدف. ودي أهداف مباراة امبارح لكريستيانو رونالدو ما بين اليوفي مع سبيزيا في الدوري الإيطالي. كريستيانو من اللعيبة اللي عمل أرقام قياسية، من الصعب على أي لاعب في العالم في الفترة اللي جاية وفي المستقبل يقدر يحقق كل الأرقام القياسية وعدد الأهداف اللي أحرزها، سواء هو مع مانشستر يونايتد أو مع ريال مدريد أو حتى مع يوفنتوس. كريستيانو وميسي الاثنين حققوا أرقام قياسية، صعب جدا على أي لاعب الفترة الجاية يقدر يحقق الأرقام دي في 3 دوريات مختلفة ما بين الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الإيطالي، تحديدا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. طيب ده الجزء المتعلق بالترند العالمي مع أهداف كريستيانو زي ما احنا شايفينها طبعا في مباريات الدوري الإيطالي بالأمس. طيب نروح بقى لمشاركة الجماهير على السؤال اللي طرحناه، وعايزين ناخد أكبر قدر من مشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه، أفضل تشكيلة أو الـ11 ممكن يبدأ مباراة الأهلي وفيتا كلوب. نبدأ مع بعض. عبد الرحمن عبد الله بيقول الشناوي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدري بنون، محمد هاني، ديانج، والسولية وأفشة، كهربا، أجاييه، طاهر. طريقة اللعب يعني 4-3-3. ملك أحمد بتقول الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدري بنون، محمد هاني، ديانج، السولية، كهربا، أفشة، طاهر، مروان، محسن. هنا في اختلاف في اللعب. آخر حاجة محمود أنور قال الشناوي، هاني، بدري بنون، ياسر إبراهيم، علي معلول لو سليم أو أيمن أشرف، بين قوسين، حمدي فتحي، أليو ديانج، أفشة، كهربا، طاهر، محمد طاهر، محمد شريف. هي بنسبة كبيرة مش هتخرج عن 1 أو 2 من التشكيلة اللي تم طرحها أو توقعاتها الجماهير في مباراة الأهلي وفيتا يوم السبت القادم. هي مباراة صعبة، إن شاء الله نسعى لتحقيق الـ3 نقاط لأن لسه في جولة أخرى في كينشاسا، إن شاء الله بإذن الله نقدر نعود بنتيجة إيجابية، لأن الجولتين دول هيحسموا بشكل كبير جدا شكل صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا، في ظل إن سيمبا عنده مباراتين مع المريخ، الأولى في السودان والثانية في تنزانيا. إن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدر يحقق الـ3 نقاط في مباراة يوم السبت القادم. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.